مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في مسهل هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج لقاء خاص. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الجوانب الاقتصادية من إعلان حصيلة وآفاق العمل الحكومي المقدمة من طرف الوزير الأول إلى البرلمان. وفي البداية أرحب بضيوفي الدكتور المختار السالم وللمنى، منسق خلية إصلاح المالية. أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم. معنا أيضا الدكتور أحمد والمويسة، أستاذ جامعي وباحث، مرحبا بكم وسهلا. معنا أيضا الدكتور حمودي والشيخنا والعالي، هو إداري من السلك المالي وأستاذ اقتصاد بجامعة نواكشوط. أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم. في البداية قبل أن نبدأ في النقاش، لنتابعوا هذا المقطع من خطاب الوزير الأول المتعلق بالمحروقات. مكن تعديل التشريعات المطبقة من إدخال تحسينات معتبرة يسرت تكثيف عمليات الاستكشاف في مناطق شديدة واعدة من الحوض الساحلي، حيث تم التوقيع مع شركة كوسموس إنرجي على عقد سيسمح بتوفير معلومات مهمة حول مخزون حقل حميم على مستوى المقطع سين 8 من الحوض الساحلي، ويجري حالياً التفاوض من أجل منح رخص للتنقيب عن النفط والغاز في مقاطع شديدة من الحوض الساحلي ذات مقدرات نفطية مؤكدة. وبخصوص تطوير الاكتشافات، تسعى الحكومة لاستقطاب شركاء في تطوير حقل بند الغازي، خاصة من خلال إنتاج الكهرباء. ومن جهة أخرى، عززت الحكومة منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية، ويتواصل إعداد الدراسات التمهيدية المتعلقة بتجهيز الرصيف النفطي الجديد وتوسيع منشآت التخزين التي تملكها الدولة في نواكشوط، وبناء منشآت التخزين في بعض المدن الداخلية كزويرات ونواذيب. وفي مجال المعادن، عملت الحكومة على ترقية المقدرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية والتعريف بها، ونظمت بلادنا في هذا الإطار بنجاح كبير الدورة الرابعة لمؤتمر موريتانيا، وشاركت في العديد من المؤتمرات المنجمية الإقليمية والدولية. وفي هذا المجال منحت 3 رخص استغلال، 2 منها للكوارتز وواحدة للتربة السوداء، بينما منحت 16 رخصة تنقيب جديدة، وتم تجديد 22 رخصة تنقيب أخرى، ويبلغ العدد الإجمالي لرخص التنقيب الممنوحة أكثر من 100 رخصة. ولتكييف الإطار القانوني مع متطلبات الاستغلال التنافسي العقلاني للموارد، واصلت الحكومة عملية مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية بما في ذلك الاتفاقية المعدنية النموذجية، كما تم إطلاق مسار إعداد استراتيجية معدنية جديدة. أهلا وسهلا بكم من جديد. أبدأ معك دكتور أحمد والميسة، تكلم الوزير الأول كيف تابعته عن عدة نقاط ما يخص المحروقات. لنبدأ أولا بالتنقيب عن الغاز. منذ فترة كشفت شركة أجنبية عن مقدرات هائلة من الغاز في بلادنا، هذا الاكتشاف من دراشي قد يحقق في الآفاق القريبة الموريتان من الازدهار ومن الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أولا في البداية نختار نقول على بالنسبة والله نوصف، لأن من أهم ما تميز به الخطاب لأنه أولا كان شمولي، وعلى أنه ربما لأول مرة منذ سنوات شهدنا خطاب أو سياسة حكومة خالية من السينات، لأنها كانت في القالب تميز بالس والسوف، الآن كان خطاب أرقام. وما يخص السؤال اللي قلتي، نعلم أن تاريخ التنقيب في موريتانيا يعود إلى بداية السبعينات نهاية الستينات، ولكنه في التسعينات شهد طبعا تطور جديد مع اكتشافات التي حققته تسايل، وبعد ذلك دخلت بعدها بتروناس
وقبلها بعض الشركاء الاخرين والله اللي المتعاملين كدانا وغيرها من هاردمان ريسورسز وغيرهم. وكان حقيقة حق الشنقيط هو اللي دخلت به موريتانيا نادي منتجي بترول ذيك الفترة ذيك إياها، إلا أنه للأسف شد انتكاسه حيث أعلن الإنتاج اللي كان متوقع شد انخفاض بشكل متسارع، حيث أعلن منذ سنوات وحنا ندور في ذلك 5000 و6000 برميل يوميا بدل 75000 اللي كنا نتوقع، والله 45000 اللي كانت موقعة. لكن اهم شيء كان في ما يخص التنقيب في الحوض الساحلي الموريتاني، لان احنا نتكلم عن التنقيب الموريتاني، عندنا الحوض الساحلي وعندنا الحوض تاودني، واهم شيء اكتشف حتى الان تم اكتشافات في الحوض الساحلي، كانت مع شركه كوسموس الامريكيه اللي طبعا في السنوات الاخيره بعد حصولها على امتيازات والله عقد عقود انتاج وتنقيب وانتاج استطاعت انها انها تعمل عده ابار او حفر عده ابار، وذيك الابار نجد عنها واحد منها اللي ينقال له احميم، واللي هو طبعا حسب الدراسات والتقييم الاولي يحتوي على مخزون هائل من 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 الغاز، وهو اللي ينتظر على انه ينقل موريتاني في المستقبل القادم الى دوله مصدرة للغاز. هذا زيادة على الأفاق اللي يفتحها على المستوى الداخلي من حيث العمالة ومن حيث إنتاج الكهرباء من الغاز، واللي يعتبر من أرخص الموارد اللي يمكن أن توجد، وبالتالي يعول عليه الآن، والله هو الآن يعتبر لأنه من أكبر الاكتشافات في شبه المنطقة، وشهد أيضا دخول عمالقة في صناعة وإنتاج الغاز والبترول كبي بي البريطانية، وهذا طبعا يعطي أمل على أنه في القريب وفي المستقبل العاجل أن موريتانيا تتحول إن شاء الله إلى منتج كبير للغاز ومصدر له وتكون ورشة في هذا الإطار. إذن شكرا. نبدأ معكم دكتور حمودي، فيما يخص مقدرات المعادن، المعادن المنتشرة على عموم التراب الوطني خصوصا المناطق الشمالية، وفي الفترة الأخيرة ظهرت مناطق فيها الذهب، وضافت إضافة كبيرة لنوعية المعادن اللي كانت مستغلة خصوصا في الشمال اللي كانت أغلبية المناطق مستغل فيها الحديد. من دراء هذه المقدرات الجديدة اللي تم الكشف عنها، شو لها تضيف في مجال استغلالنا المعادن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. بداية نشكركم على الاستضافة، وطبعا في مجال تحيين خطابة معالي الوزير الأول وبعض البرلمان، نختار ننبه في البداية لأنه تعرض للسياسات القطاعية وبعض المؤشرات، من ضمن السياسات القطاعية اللي فعلا نتناول هو موضوع المعادن، اللي فعلا كيف تعرفوا لأن الحكومة الموريتانية سعت في السنوات الأخيرة لسن مجموعة من القوانين ترضى بالمستثمرين طبعا وتطمئنهم لدفع عمليات الاستثمار في مجال 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 المعادن الموريتاني. وفعلا كان هنالك الكثير من المعادن في موريتانيا غير مستغل، يعني وبالتالي يعتبر الاستغلال في هذا المجال مسألة مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني الموريتاني، خاصة وأننا ندرك بأن دخول رأس المال يعني 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 دخول العمالة ودخول يعني العملات الصعبة، وبالتالي إن انتعاش اقتصادي من خلال الدخول التي سيتحصل عليها العاملون في هذا الحقل. ومن هنا يكون لهذه المعادن الاستغلال في هذه المعادن سيكون لها انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني من خلال يعني الرسوم ومن خلال يعني العوائد التي تعود إلى البلد من خلال أصلاً رؤوس دخول هذه الشركات من أجل هذا التنقيب. هذا بالإضافة إلى طبعاً أن الإطار التنظيمي والتشريعي يحدد مجموعة من الإتاوات ويحدد مجموعة من يعني من الاقتطاعات التي يعني تدخل الخزينة العامة للدولة، وهو ما من شأنه أنه يدعم المالية العامة، ومن شأنه أيضاً أنه يكون له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. إذن شكراً جزيلاً دكتور المختار سالم مول المنى، مرحبا بكم سهلا مرة أخرى.
ذكر الوزير الأول في خطابه بخصوص المحروقات أن فم ذرت رخص للاستغلال جديدة، ماذا ستضيف؟ شكرا على الاستضافة. خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان هو خطاب يذكر فيه برنامج لبيلان دي غوفرنمان اللي هو حصيلة عمل الحكومة، وفعلا كيف ذكروا الدكاترة كان خطاب شامل، والحكومة تسعى في المستقبل لإصدار في الأجل القريب لإصدار استراتيجية الحكومة، وهذه الاستراتيجية اللي تعمل عليها الحكومة واللي توجه جميع سياساتها سواء كانت في الجانب الاجتماعي ولا في الجانب السياسي ولا في الجانب الاقتصادي، وهي اللي يسموها لاسكاب، وكانت عندنا استراتيجية نشتغل عليها من 2001 إلى 2015 هي اللوفاترك، واللي تبدل باستراتيجية جديدة تعتمد على محاور ثلاثة أساسية، هي النمو المتسارع اللي هي الأكروسانس أكسيليري، وتكوين كادر بشري يمكن أن يحمل هذا المشروع ويطوره، ووضع آليات ونظم حوكمة شفافة لا غوفرنانس ترانسبارانت، وهذا إطار مهم جدا لهذه الشفافية، درك الحكومة متباركة معها تعدل لها إطار قانوني كبير أكبر من القوانين العادية اللي هو قانون نظامي، كان رواية فوق القانون وتحت الدستور، قال القانون النظامي لالوا أورغانيك، لالوا أورغانيك ريلاتيف ولوا دي فينانس اللي هي القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية اللي له يشرح كيف تصاغ قوانين المالية وكيف تصرف هذه المالية العمومية، لماذا ومن أين يؤتى بها وفيما ستصرف هذه المالية، اللي هي يحدد هذا القانون اللي درك حاله مراحل أخيرة ممكن يدخل حيز التنفيذ قريبا إن شاء الله بعد المصادقة عليه اللي قريب، وبالمناسبة تكلموا عنه الوزراء، تكلم عنه مجلس الوزراء قبل 4 أسابيع من الآن. هذا هي والإطار العام اللي يحكم يوجه السياسة الاقتصادية بشكل خاص للبلد، وجه السياسة العامة للبلد. بالنسبة للطاقة، الطاقة هي قطاع استراتيجي للبلد، والحكومة الحالية اللي تدير هذا البلد تخذت منها محور استراتيجي، ولذلك الاستثمار العمومي لبسيء لبيجي كونسوليدي على الانفستيسمون تمثل منه طاقة في قانون المالية العاقب لنا 43% طاقة وحدها، وكيف تفضل الدكتور فعلا كان اكتشاف البترول كان رواية مهمة، إلا أن هذا الحقل لا ينقفل نهائيا نهاية السنة الجاية، نهائيا ينقفل نهائيا، بالتالي دولة الحكومة تفكر في بدائل هذا، وجدت بدائل اقتصادية فيها شيء في الطاقة وفيها شيء في بدائل أخرى في الزراعة وتنمية الصيد والقطاع الحيوان الشبتل القطاع البيطري، وفيه أيضا من الطاقة فيها تنقيبات واعدة في الغاز، ولكن أيضا فيها تنقيبات في اليورانيوم اكتشف بكميات معينة وحددت مواد نهائية، وكانت في قيد الإفالياسيون دي كو، كانت كنا في قيد في تقدير التكاليف، يعطيك صحة تقدير مردودية هذا المنتج، يعني هل تكلفته لا يتعود أكبر من مردوديته، والله لا يعود ذو مردودية نافعة، هذا أساسا هي قضيته، وراه بالمناسبة كان
كان موضوع الحديث في مهرجان موريتاني الماضي. المدن القديمة؟ لا مش ما هو مهرجان المدن القديمة، مهرجان لي فورم دو موريتاني النسخة الرابعة. هي النسخة الرابعة من موريتاني، معرض موريتاني هذا في قصر عن المعادن الموريتانية. عموما هذا هو التوجه العام للسياسة الميدان الطاقة. وبخصوص هاي الرخص الثلاث، ايش ذا يضيف؟ مجموعة رخص متراكمة في السابق والناتج المحلي من المحروقات معروف مردوديته، رخص جديدة ماذا ستضيف؟ أكيد الرخص، عندما نتكلم عن الرخص نتكلم عن أرقام، هذه الأرقام كل رقم مثلا يحول شورو عدد من العمال، مثلا عندما نقول مليار أوقية مثلا معناها 5000 ولا 6000 فرصة عمل، يعني قصدي عندما نقول مليار دولار مثلا معناها 5000 عمل ولا 5000 فرصة عمل، ومعناها حركة اقتصادية و يعني لها ما لها، يعني والله الرياضيات لا بعد يوثق فيهم الأرقام عادة مش هو اللي يتبارك معنا العدين يكون فيرسيو. إذن شكرا. لنتابعوا الآن الجزء الثاني من خطاب الوزير الأول بخصوص الصيد البحري. بخصوص قطاع الصيد البحري، أكدت الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019، التي استحدثت من بين أمور هامة أخرى آلية التسيير بالحصص بدلا من التسيير بالمجهود كأساس للنفاذ الشفاف إلى الثروة، ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق نتائج معتبرة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج حتى نهاية سبتمبر 2016 500 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، في حين بلغت إيرادات القطاع لصالح الخزينة العامة خلال نفس الفترة 35 مليار أوقية خارج التعويض المالي المترتب على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 64% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. وفي نفس الأشهر التسعة من سنة 2016 بلغت قيمة صادرات القطاع 530.5 مليون دولار أمريكي مقابل 385.9 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 37%، بينما بلغت الكميات المصدرة خلال نفس الفترة 637 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. ومن جهة أخرى، وصلت مساهمة قطاع الصيد في دعم ميزان المدفوعات إلى 588.82 مليون دولار أمريكي. على صعيد آخر، تم إعداد وتحيين مخططات الاستصلاح، وعززت منظومات البحث والرقابة والتفتيش والجودة، وطبقت التشريعات والقواعد الجديدة الضابطة لأنظمة الولوج والاستغلال، وروجعت مدونة البحرية التجارية لتكييفها مع تطور التشريعات الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة في مجال النقل البحري. وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا ما مجموعه 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى من فرص العمل غير المباشرة، وقد تم إنتاج 17 باخرة سلمت لعاطلين عن العمل لاستغلالها في الصيد الشاطئي. وفي مجال البنى التحتية، تم استلام وتوسعة ميناء الصيد التقليدي في نواذبو، ودخل الخدمة مرساة هيكان للصيد النهري، وفي حين يتواصل العمل في تشييد ميناء تانيت وسوق السمك في نواكشوط
شرع في بناء ميناء المياه العميقة على مستوى أنجاكو، واستكملت الدراسات المتعلقة بميناء الصيد التقليدي عند الكيلومتر 144 على طريق نواكشوط روسو، وببناء مجمع مندمج للصيد التقليدي يتضمن ميناء ومنشآت صناعية لتحويل منتجات الصيد. وبالنسبة لآفاق المستقبل، يجري لأول مرة إعداد استراتيجية خاصة بالصيد والاستزراع السمكي في الوسط القاري والنهري، ولهذا الغرض تم إنجاز بعض الدراسات التمهيدية المتعلقة بتحديد نقاط المياه الدائمة وبضبط خصائص مناطق النهر المرشحة للاستغلال في ولايات ترارزة والبراكنة وكورغول. إذن أهلا وسهلا بكم جديد. لهي نبدأ معكم دكتور أحمد المويسى بخصوص مساهمة قطاع الصيد في الخزينة العامة، بلغ 588.82 مليون دولار أمريكي مقارنة بالسنة الماضية. شنو قراءتكم لهذه الأرقام؟ جيد. دعنا أود الإشارة على أنه ضروري كان خلق مناخ وجو الاستثمار، ذلك يتمثل في عوامل، منها عامل الأمن، ومنها توفير البنية التحتية، ومنها الجانب القانوني، أي المدونات اللي تحكم نسبة. وما يخص الجانب الصيد البحري، نمشي فيه البنية التحتية، الموانئ ومدونات. ما يخص الموانئ، كيف تحدث الخطاب، كان فيه توسيع لشدة ميناء الصيد التقليدي، كان فيه إنشاء ميناء تانيت اللي مازال قيد الإنجاز، وميناء انجاب وغيرها من النقاط اللي تدعم هذا، وأسواق السمك وتنظيمه. كان أيضا أهم شيء فيه هو إعداد الاستراتيجية الوطنية للصيد والمسؤول من أجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري، وهذا كله هو اللي أدى لهذه النتيجة للحصيلة اللي قال. إحنا كانت عندنا حصيلة مدة 9 أشهر مقارنة بالسنة الماضية في زيادة تبلغ حوالي 35%، أي كما سلفتم حوالي 389 مليون دولار كانت إيراداته مقارنة بالسنة بما كان في 530 مليون دولار مقارنة ب 385 السنة الماضية. هذا الشيء إيجابي. إذن قطاع الصيد البحري بالنسبة لموريتانيا من أهم مصادر الدخل للخزينة، من أهم موارد العملة الصعبة، من قطاع يعتبر من أكبر قطاعات المشكلة في موريتانيا. إذن أي تطور وأي تنمية أو أي ازدهار لهذا لا شك أنه سينعكس إيجابا على هذا. إذن السياسة الجديدة اللي تم اتخاذها والمدونة الجديدة واللجوء إلى 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 إلى, 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 إلى سياسة الحصص بدل منح الرخص، وفرض على أنه تكون فيه نسبة تذهب للمواطن البسيط بحيث أنها تباع في جميع أنحاء الوطن بأسعار رمزية، وكذلك وجود موانئ تسمح لجميع البواخر بأنها تفرق حمولتها في الأراضي الموريتانية بدل أنها كانت تتفرقها في أعماق البحار، وبالتالي تستفيد منها العمالة، يستفيد منها الحمالة، يستفيد منها الموانئ، يستفيد منها شركة الماء، تستفيد من شركة الكهرباء، يستفيد من الأسواق كلها، وبالتالي هذا ولا شك ينعكس إيجابا وبشكل كبير على 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 الاقتصاد الوطني وعلى مكافحة الفقر وعلى تحسين ظروف المواطن. هذا ما يخص سياسة الصيد المنتهجة في البلد في الفترة الأخيرة. شكرا. نرجع لكم الأستاذ حمودي. ذكر الوزير الأول أن فرص عمل، هناك فرص عمل مباشرة تبلغ 55,000 فرصة عمل يوفرها قطاع الصيد للمواطنين، وبالإضافة أيضا لعشرات فرص العمل كانها غير مباشرة. مدرى بلد مصدر للسمك وبلد شواطئ غنية بالأسماك، فقط هذه نسبة العاملين في هذا المجال ذقدها. مدرى شن هي ظروف اللي تقد تساهم بها وتقد تزيد من نسبة استفادة المواطنين من فرص العمل، مدرى كانها باستحداث مصانع الإنتاج وتعليب الأسماك الجاهزة اللي تدخل الأسواق،
والله بطرق ثانية يستفاد المواطنين وتزيد نسبة التشغيل بين صفوف الشباب خصوصا. فعلا اسمح لي بالمناسبة هذه فرصة لأعبر فيها عن تقديري لنمط تفكير الحكومة وسياساتها الجديدة المنتهجة، خاصة أن قطاع الصيد قبل فترة كان فعلا قطاع غريب على هذا البلد، وكان أيضا غريب على المواطن وعائداته ما يعرف له شيء، وله مثلا الحوت يعيد عدل ما هو مرغوب فيه. لكن بعد المراجعات اللي خلقت مراجعات في الاتفاقيات مع مع مع, مع الأوروبيين ومع غيرهم في مجال مثلا الإتاوات اللي تدخل كغرامة كما لا مقابل القبول ب يعني ولجهم لبحر شواطئ موريتانيا، بالإضافة لعدد العاملين على البواخر الأجنبية، هذا كله فعلا رجع على موريتانيا بالنفع على مستوى الدخل القومي، وعلى مستوى أيضا ما يتعلق بالخزينة، وعلى أيضا مستوى الدخل الفردي بالنسبة للقوى العاملة. صحيح أن الحكومة الآن فعلا تستقل في ظروف دولية صعبة معقدة جدا، وكيف تعرفوا أن العالم يعيش يعني أزمة مالية، ويعوز مثلا يعني أزمة أيضا تناقص أسعار، يعني انخفاض أسعار المواد الأولية اللي تعتمد عليها مثلا موازين مدفوعات والأصحاء عائدات الدول النامية اللي منها بلدنا. وفعلا هذا اللي خلى الحكومة فعلا تكيف سياستها وتفعل سياستها ما يتعلق بالبحر، ما يتعلق يعني بالمنتجات البحرية، في سبيل فعلا خلق يعني عائدات بديلة ربما عن نسبة الحليب اللي كان يمثل نسبة 50% تقريبا من عائدات الخزينة. وفي الإطار نعتبر أن الاهتمام اللي قالوا مستلزمات إنتاج خدمة الصيد ممثلة في الموانئ، ممثلة أيضا كي قلت في تنشيط، معناها محاولة إعادة طرح نظم تشريعية تشجع على استثمار مجال البحر من خلال إعادة مثلا القيام بشركات توزيع للأسماك داخل الموريتانيا في سبيل دعم الأمن الغذائي ودعم الأمن المادي للعائلات ودعم أيضا الدخل يعني المستوى المعيشة والحد من الفقر، هذا خاصة في قطاع كما قلت في موارد هائلة، والكل كان لا يعرف أي خبر عن هذا. أعتبر هذا توجه صحيح يدخل في إطار التكامل والتداخل المطلوب بين القطاعات الاقتصادية حتى تكون لها فعلا فاعلية، وحتى تحد أيضا من الحاجة ل يعني مخصصات التنمية كانت موجهة لمواد غذائية، قد تكون الدولة حصلت على يعني ضاغطت على فجوة الحاجة في هذا المجال، وبالتالي الحد من 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 عموما أنا أعتبر أن فعلا أن هذه النتائج اللي أعلن مع الوزير اللي هو أمام البرلمان وهي السياسة اللي أعلن عنها، واللي فعلا تقنياتها المختلفة جسدت فعلا حصلت زيادة في الإنتاج بنسبة 35%، وزيادة أيضا مساهمة عائدات الصيد وبنية الميزانية العامة للدولة بنسبة أيضا 35 مليار، هذا يعتبر بحد ذاته دعم كبير جدا للدولة فيها الظرف الخاص. وأعتبر أنه إذا واصلت الدولة في هذا الاتجاه سيكون قطاع الصيد فعلا له مكانته اللي يجب أن تكون له في يعني في التركيبة العامة ل يعني مكونات الاقتصاد الموريتاني. أيضا نحن قادرين على أن نكون نقوم يعني صناعة تحويلية على مستوى موريتاني، بالإضافة إلى تفريض يعني حمولات البواخر على الشواطئ الموريتانية، هذا شيء جديد. بالإضافة إلى هذه الخدمة يجب أن تكون لك أيضا في المستقبل طبعا في الآفاق شركات لتحويل الأسماك السطحية حتى لا نكون مثلا ننتج هذه المواد على مستوى هنا وتصدر وتجرى عليها تعديلات جديدة معناها ضبيبة جدا من الرفع من قيمة المضافة ونبيعها بأسعار على مستوى الوطن تكون في حق كبيرة بالمقارنة مع هذا في طارئ الأفاق. وأعتقد أنه فعلا ما دامت هذه السياسات بهذا النش أكيد أن هذه الخطوة بإذن الله ستكون خطوات لاحقة في مجال السياسة العامة لقطاع الصيد. إذن شكرا، نرجع لكم الدكتور مختار سالم. أذكر الوزير الأول أنه تم إعداد استراتيجية جديدة للصيد وأنجزت بعض الدراسات الخاصة بالصيد في القريب العاجل، شنو يضيف من أجل الاستفادة أكثر وزيادة الإنتاج الوطني من هذه المادة المهمة اللي هي السمك، وخصوص الأوقات اللي تعود فيهم راحة بيولوجية، درا كان فهم استراتيجية
تدرس وضعية الشاطئ وتشوف شن هي الإضافات اللي يلا تخلق من أجل حماية هذا المحيط من ذيك الأخطار كاملة للصيد الأعماق وإلى آخره. شكرا. ظل عن الدكاترة تفضلوا بالإجابة الشافية في المجال، فقط نختار نضيف عن النمو الاقتصادي اللي هو تغير الناتج القومي من السنة مقارنة مع السنة الماضية، هو اللي نقول النمو الاقتصادي. تغير عدد السكان. ذاك لي بي بي بارابيتا ما هو يعني دلتا اكس دلتا بي ما هو يعني اللي انا لا كرواسانس اللي هو اللي لا كرواسانس ايكونوميك اللي هي عباره عن النمو الاقتصادي. يعطيك النمو الاقتصادي الموريتان هذا العام 2016 حسب اخر التقديرات اللي عندنا في التوقعات اللي عند وزاره الاقتصاد والماليه هي عنده 3.1، ولولا قطاع ثلاث قطاعات اللي كان اقل من ذاك، منها الصيد والزراعه لشبته الحيوان الثروه الحيوانيه التنميه الحيوانيه. لولا هذه القطاعات الثلاثه اللي كان اقل حتى من ذاك. هذا يدل على عن فعلا الصيد البحري عنه قطاع مهم وعنه حقق نتائج كبيره. هي اصلا النتائج اللي حقق اللي تميز بها قطاع الصيد البحري عن القطاعات الاخرى هي عن قطاع الصيد البحري معلوماته موجوده ومتوفره. ها مثلا ما هو الواقع مع قطاع التنميه الحيوانيه؟ الصيد البحري ينقاس لي بروكسي اللي يستخدمونه لي كابتير اللي هما اللي جابت الشبكه وتولاه وبال اللي جابت الشبكه حق بعد لي كابتير هذو موجودين كل شهر. نحن في الوزاره عندنا سجل مثلا تقول لي مثلا فبراير 1993 كم يجبر من قد نقول لك نوفمبر 2016 كم اصطيد من سمكه قد نقول لك. بالتالي هذه الشفافيه وهذه تواجد هذه المعلومات هي اللي تميز بها هذا القطاع عن القطاعات الاخرى والله زاد عن قطاعات اخرى. والاستراتيجيه اللي جديده للصيد تعمل اساسا على طبعا زياده الرقم مهمه غير مولي الحفاظ على مكتسبات البيئه وتطويرها من اجل صيد نظيف. اللي صيد يؤدي لاختفاء عينات من السمك هذا ما دور حد. صيد مثلا يؤدي لتلويث البيئه والله افراط في الصيد ما يؤدي لاختفاء عينات معينه خارج عينات مستمره لما تعود موجوده فتره معينه تيد ماتات تجبر ولما تكاثر بشكل بعدد كافي فتره معينه تيد تختفي دائما. وهكذا بالتالي هذه مجموعه من لي كونترانت من الشروط ولا زاد من العوامل العوائق اللي تشتغلت اللي وعدت عليها وعدت هاي الاستراتيجية من ضمن اللي قبلت هاي الاستراتيجية بعين الاعتبار. والصيد المولي البحري مكن من ارتفاع رصيد الدولة من العملة الأجنبية اللي زاد عليه 120 مليار أعتقد إنه 120 مليون من الدولار الأمريكي. وقدت العملة الوطنية تحافظ على الانفلاسيون ما الانفلاسيون أقل من 1.3% تقريبا اللي هي تضخم تضخم قد يعني قدين نحافظوا عليه اقل 1.3%. هاي مثلا كلها من فوائد الصيد البحري وفوائد ايضا الاكستراكتيف عموما اللي هي الصناعات الاستخراجيه. كيف السنين مثلا حققت العام رقم في الانتاج ما قد حققته قبل هذا العام
احتفلت به سنين وعندها الحق منها تحتفل به. أول مرة السنين العام حقت حوالي 13 مليون طن من الخردة من هذا إنتاج هذا العام لأول مرة في تاريخها. وكذا عن إذن شكرا. لنتابعوا الآن الجزء الثالث من خطاب الوزير الأول المتعلق بالتنمية الحيوانية. وفيما يتعلق بقطاع التنمية الحيوانية ركزت الحكومة على تنمية الشعب وتحسين أداء منظومة الصحة الحيوانية وبناء الحظائر وتحسين السلالة وضمان تموين السوق بالأدوية البيطرية وتعزيز قدرات الفاعلين بشكل عام. واهتمت على وجه الخصوص بتنويع وتحويل المنتجات الفرعية، وفي هذا الإطار تم تشغيل مصنع الألبان بمدينة النعمة ويجري العمل على إنشاء مصنع ثاني للألبان بمدينة بوغي، وتتواصل أشغال بناء 9 حظائر تطعيم في ولايتي العصابة كيف كونكوسا تقان تيجج المجرية، و3 مراكز لمراقبة الصحة الحيوانية في نواذبو كونكوسا وكوبني. كما اكتمل بناء كل من مركز تطوير تربية الإبل بنواكسوط كيلومتر 17 ومزرعة الأغنام في بن الشال. وفي مجال الصحة الحيوانية تم تنظيم حملة وطنية لتحصين المواشي ضد الأمراض وحملة وطنية لتعزيز الرقابة الصحية على المواد الغذائية الحيوانية أو ذات المنشأ الحيواني. وفي إطار مكافحة الذبح الفوضوي سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة تسليم مسلخين عصريين في نواكسوط، أحدهما في تنويش والآخر في الميناء. ومن أجل تحسين الإنتاجية واصلت الحكومة جهود تحسين السلالات وأعطت التجارب نتائج مشجعة على مستوى مزارع الأبقار النموذجية. وستعمل الحكومة على تثمين المقدرات التي يسخر بها قطاع الثروة الحيوانية من خلال التسيير العقلاني لموارد التغذية الحيوانية وزيادة التمويلات العمومية وتشجيع الاستثمار الخاص والشراكة بين. إذن أهلا وسهلا بكم من جديد. لنبدأ معكم الدكتور أحمد المويسى. ذكر الوزير الأول عدة نقاط خصوص الثروة الحيوانية تم إنجاز بعض منها، وبعض من النقاط اللي ذكر مازال قيد الإنجاز أو مشاريع قيد الإنجاز. نبدأ بتحسين السلالات. تحسين السلالات هذا جديد على موريتان، نسمع به كنا في العالم الآخر، والبعض من الناس كان يتخوف منه نتيجة أنه ربما يعود الزيادة الكبيرة في إنتاج الحيوان ربما تعود عندها مآخذ على نوعية البن والجودة إلى آخره. تحسين السلالات بدأ منذ فترة ومازالت نقدر نقول عنها محدودة جدا نتيجته. من درى إضافة تحسين السلالات شدا يضيف للثروة الحيوانية الوطنية الهائلة؟ جيد. نختار نقول عن القطاع الريفي يشكل جزء لا يستهان به من الاقتصاد الوطني، وعنده عدة نتائج إيجابية، من أهمها أولا تثبيت قاع السكان في مواطنهم الأصلية وتوفير فرص عمل. هو قطاع الريفي قطعا ويتشكل الثروة الحيوانية زيادة الزراعة. الثروة الحيوانية موريتاني عندها منها الحمد لله عدد لا يستهان به، لكن من المشاكل التي تعاني بها أنها ما زالت يمارس النشاط الرعوي فيها بشكل أو نشاط التنمية الحيوانية بشكل تقليدي، وذاك ينتج عنه شنو؟ على أنه تكون الإنتاجية والمردودية والإنتاجية منخفضة، وتكون الصحة الحيوانية والله الرقابة عليها شبه منعدمة، والله الناس ما تستجاب لها. وبالتالي لأنه من أجل تنمية القطاع والمضي به قدما
لابد من إدخال تقنيات حديثة على القطاع هذا هو. ومن أهم التقنيات اللي هي قضية تحسين السلالات بالنسبة لتحسين السلالات وتنمية الشعب. تحسين السلالات القصد منه شنو؟ زيادة الإنتاجية سواء كانت من ناحية اللحوم أو من ناحية الألبان، وفي وجود رقاب بيطرية ناجعة ما تكون فيه تخوشات منها يمكن تأثر على اسمه، بل إنها أصبحت اليوم ضرورة لابد منها نجد تنمية القطاع بشكل يجعله يساهم في الاقتصاد الوطني بشكل كبير وبشكل 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 ويعطي مردودية أكثر منه بحيث مقارنة بحيث ما يتم في إطار التغليد. بالنسبة لكم الدكتور حمودي، مصنع النعناع والمصنع اللي مرتقب له عود في بوقة، هذا التوجه الجديد لتصنيع هذه الألبان، الثروة الحيوانية معروف عنها أكثر هي في المناطق الشرقية، والمناطق الشرقية ما كانت فيها مصانع للألبان. هذه الاستفادة من هذه الثروة الحيوانية، درجة قد تضيف على عموم التراب الوطني، مدرا كانها لا يتعقب تعمم على عموم التراب الوطني، والله لا يتعود خاصة بك المناطق اللي غنية بهذه الثروة الحيوانية. شكرا. أنا في الحقيقة سمحي لي بأننا بمناسبة بعض نعتبر على أن حاجة شغالة فشل السياسات الاقتصادية التنموية بداية نشأة الدولة الموريتانية جاء فعل التخطيط الخاطئ والاعتبارات الخاطئة مجال اتخاذ القرار مجال التخطيط، خاصة أن موريتانيا يعيشوا على ذرين منهم عايشين على ذرين قالوا الثروة الحيوانية والقطاع، يعني القطاع الريفي بشقيه الرعاوي. واعتبر أن نجاح سياسة الحكومة الآن في هذا المجال وتوجهها هو عبارة عن تصحيح خلل عميق كان له دور كبير في السياسة في فشل السياسات الماضية، وايضا يعطي دور كبير في قالوا قدره الاقتصاد الموريتاني الى التنوع وعلى استيعاب الصدمات التي تحدث خارجيا بفعل احتكام البلد وكون وعود حبيس الماده واحده بمجرد تقلب اسعارها في الاسواق الدوليه يشتي الاقتصاد، معناها انخفض يسقط الاقتصاد الموريتاني بعد الهاويه بفعل اعتماد على ماده واحده. وانا ارى ان الحكومه فعلا بهذا التوجه بدات فعلا صحه الخطا الحقيقي اللي اولا هذا القطاع عندنا من مستلزمات إنتاج خدمة اللحوم والألبان ومشتقاتها لا يكفي حتى أن العدو مثلا المنطقة تشكل قطب اقتصادي كبير يعاون في الدخل القومي ويدعم الناتج المحلي ويدعم الفقر ويدعم يعني المستوى المعيشة، وبالتالي هذا التوجه توجه دقيق وأساسي وأيضا مبرراته من ناحية اتخاذ القرار، لأنه إذا كانت هنالك مثل المواد يعني ذروات هائلة تستطيع أن تؤمن الاستمرار في خلق هذا النوع من الخدمات، هذا يعتبر قرار مبرر وفعلا يمثل إرادة قوية من طرف القائمين على البلد لأنه فعلا نصف المنطقة وأيضا نصف الاقتصاد الموريتاني لأنه قادر على أن يكون اقتصاد متعدد الأقطاب في أنحاء مختلفة. وهون هذا سيكون له دور كبير في العملية التنموية بشكل عام من خلال أنه سيشكل وفرة اقتصادية في المنطقة، سيشكل يعني دعم للدخل في المنطقة، سيشكل أيضا دعم للأمن الغذائي في المنطقة، وهذا بدوره سينعكس على السياسة العامة أو للدولة من خلال المخصصات التي كانت تخصص للألبان واللحوم ومشتقاتها المستوردة سيكون فيها ترشيد، وبالتالي المخصصات التي كانت موجهة للمجال ستشكل يعني فائض يعني اللي هو ستقل، وبالتالي يكون العمولات الصعبة كانت موجهة لهذا المخصص ترجع قدرة متاحة للدولة سبيل أن توجهها في استثمار آخر إما في افتتاح عمال إما في يعني في إقامة مشروع جديد إما في على كل حال خلق منشآت أخرى تخلق قيم ثروة داخل البلد، وبالتالي هذا هو التوجه المطلوب واللي يجب أن يكون. وراكم منها فكرة كانت ناجحة قد تبدد على عموم التراب الوطني. أنا بالنسبة لي أعتبر على أن السياسة القطاعية في البلد يعني سياسات متوازنة بحيث علينا نهتم بالحديد ونهتم بالبحر ونهتم أيضا بالقطاعات كلها كل في مثلا يعني الميزة النسبية اللي توفرها المقدرات المتاحة في هذا البلد، لا يكون هناك اقتصاد يعني كما قلت في البداية يعني حبيس لإنتاج مادة واحدة، هذا غير منطقي. أنا أعرف أن الحكومة الحالية فعلا من خلال توجهها الآن المتوازن
يمكن فعلا أن تزيد من عطاء وأداء الاقتصاد الموريتاني، وأيضا يمكن أن تحقق مزيد من النجاحات إذا ما واصلت في هذا النش المبرر من وجهة نظري من الناحية الاقتصادية، ليس إلا من الناحية الاقتصادية البحتة. فعلا سيكون له دور كبير على الانعكاس على المستوى المعيشة ومستوى الفقر وحتى مستوى البطالة، لأن هذه مش مصنع الألبان. إذا أملت هذه التجربة الألبان لا يمكن أن تستمر بدون يعني ملحقات أخرى كصناعة الأعلاف مثلا، تجربة التي وردت على لسان معالي وزير البرلمان في تجربة صناعة الأعلاف في بيكة الحواش، ويعني هذا النوع وأيضا قيام يعني المحميات وخلق مسائل تساهم على في أن يكون الحيوان له مثلا مبررات وجوده ومبررات أيضا وجوده بالنسبة لمن يريد الاستفادة منه. فقط هون يصير ملاحظة واحدة وهي فعلا أمنية عندي شخصيا، أن هذا القطاع تكلف شركة وطنية بتنسيق عمل الحيوان خاصة إراده وتصديره والتدبير على شؤونه وأيضا تنظيم عمله، لأنه عمله في نوع ما من الفوضوية. وفي حالة هذا الجانب حضور الدولة في هذا المشروع من خلال مؤسسة ذنبتها قد يعطي فعلا يعظم من منفعة هذا القطاع، وتستفيد الدولة أكثر ويستفيد المواطن أكثر ويستفيد بالتالي البلد، حتى المنطقة ستستفيد، لأننا نحن يعني إذا كان السوق كم البشري نحن لدينا حدود مع جاراتنا في إفريقيا، وبالتالي قادرين على أن تكون عندنا منشآت في هذا المجال تصدر وبالتالي نحصل على واضح. شكرا جزيلا. نرجع لكم دكتور المختار سالم. ذكر الوزير الأول أن فم مراكز خاصة مراقبة الصحة الحيوانية وفم حملات وطنية لتعزيز الرقابة على هذه المواد اللي عبارة عن ألبان ولحوم إلى آخره اللي جاية من هذه الثروة الحيوانية. ياك تتم الفرحة الدكتور تكلم عن هذه المصانع، عن لها دور كبير وأملنا فيها كبير أنها تحقق اكتفاء ذاتي للمنطقة، المناطق اللي موجودة فيها هذه المصانع من هذه المادة اللي هي الألبان، خصوصا الألبان. يكتم الفرحة ما تقد يكون يتم مراقبة هذه المواد بطريقة جيدة. فعلا في مواسم معروفة عين نسمع فيها بعض من الأمراض الخاصة بالحيوان، لابد يتم الكشف عليها وتوفير الأدوية والعناية بهذه الثروة الحيوانية صحية. شكرا. فعلا قطاع الثروة الحيوانية هو قطاع الزراعة يمثل 21%، هم الاثنين مجتمعين يمثل 21% من الناتج القومي، ناتج العام اللي هو البيبي، والحيوان وحده الثروة الحيوانية وحدها تمثل 18% تقريبا. وأنا نزيد على اللي قلت وقال الزملاء وقال لي معي الوزير الأول عن العام الجاي له إن شاء الله يعود أحسن بهش بلي العام العام جاي ياسر البليفيومتري العام كانت كبيرة الحمد لله، سحاب الحمد لله العام جاي منها ياسر، واللي جاي منها أكثر من العمال الماضين وجم اللي في أماكن جيدة، تالي العام الجاي بإذن الله لا يعود الحيوان الماء زيادة. بالتالي هذا الحيوان اللي هو يعني مكون أساسي في البيبي لا إن شاء الله تعالى يزيد توقعنا عمله يزيد لكرواسانس العام الجاي إن شاء الله. هو ذكر دي زاباتوار مودرن اللي هي مسالخ عصرية، هذه بغض النظر مثلا عن جانبها الصحي اللي لا يحتاج إلى تعليق اللي مهم جدا صحة المواطنين والناس اللي يستهلك كذا، يمكن أيضا من توفير إحصائيات عن هذا القطاع، بل هذا القطاع يعاني من الإحصائيات. أنا قبل قلت عن الصيد البحري أنه متوفرة عنه الإحصائيات أنه إحصائياته متوفرة بشكل جيد، بينما يكاد يكون تقريبات والعكس تماما في قطاع الثروة الحيوانية. والثروة الحيوانية وعزت أيضا هذا العام باتفاقية مهمة بحوالي 8 ملايين دولار عن
ليفولاي اللي هما اللحوم البيضاء والدجاج، يعني مزرعة للدجاج والبياض، يقولون البياض لمير بوندز اللي هما الدجاج اللي ينتج فقط البيض. وقعت في شهر أكتوبر الماضي مع مؤسسة، يعني هي عبارة عن شراكة عمومية خصوصية البي بي بي. ثانيا كيف قالوا تنبهوا زملاء، وجود هاي الثروة الحيوانية اللي يحتاج تطوير، وذاك التطوير هو اللي قالوا القيمة المضافة. القيمة المضافة لهذه الثروة الحيوانية شن هي؟ هي إنتاج منها جبن فروماج مثلا، إنتاج منها الياورت، وإنتاج منها مشتقات الحليب، ذيك هي القيمة المضافة، القيمة المضافة عفوا. وذيك ياك تم الدولة الحكومة استثمرت في الطاقة اللي هاي المصانع اللي تكلموا عنها دكاترة مشكورين فعلا ولا تخفى على أحد، ما تقد الصح في غياب طاقة. من دون طاقة متوفرة، أولا طاقة تعود متوفرة معناها فائضة موجودة، وثانيا بسعر معقول. ولذلك الاستثمار في الطاقة يعزز أيضا اللي تكلمنا قبيل عنه، قلنا عن 43% من بروشن بي سي اي في قانون المالية العام، يعزز أيضا هاي الثروة والاستفادة منها والاستثمار في هذا المجال. الاستثمار في هذا المجال. وطبعا أنا كانكم بين المهمة عن نتكلموا عن الاستثمار، وعن ما نقدر نتكلموا عن الاقتصاد ما تكلمنا عن الاستثمار ومناخ الأعمال إذن المؤشرات شكرا لين تابعوا الجزء الأخير من خطاب الوزير الأول بخصوص المعالم السياحية العامة. انتهجت الحكومة سياسات صارمة استهدفت امتصاص صدمة التدهور العالمي لأسعار المواد المعدنية، مع الحفاظ على نسبة نمو تمكن من توطيد جهود محاربة الفقر والبطالة. ومكنت هذه السياسة من المحافظة على المكتسبات واستعادة الانتعاش الاقتصادي، حيث يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% سنة 2015 إلى 3.1% سنة 2016، وذلك نتيجة للأداء الجيد للقطاع الريفي والانتعاش في قطاع المعادن والتطور الإيجابي في قطاع الصيد. ويتوقع خلال سنة 2017 أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية حدود 5%، نتيجة أساساً للتوقعات المواتية لقطاع الزراعة المروية وزيادة إنتاج شركة سنيم، إضافة إلى التوسعة المقررة في منجم الذهب لشركة تازياس وتحسين أداء قطاع الصيد البحري. وتمكنت الحكومة من تقليص معدل التضخم، حيث لم يتجاوز 1.3% في المتوسط بدلا من نسبة 3.6% التي كانت متوقعة برسم سنة 2016. ويرجع هذا الانخفاض إلى التغيرات الخفيفة في أسعار المواد الغذائية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، فضلاً عن التحكم في الكتلة النقدية. أما خلال سنة 2017 فيتوقع أن تبقى الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية في حدود 4%. أهلا بكم جديد، تابعنا الآن المقطع الأخير من خطاب الوزير الأول المتعلق بالمعالم العامة للسياسة العامة للدولة وليست الخاصة بالسياحة كما أعلنت سالفا. لنرجع لكم الدكتور أحمد والميسة، ذكر الوزير عدة نقاط، مدرى كيف يتم التحكم ب هذه العملة، تم في زيادة إلى ما تقصد زين وضعية العملة، هذا كامل يدخل في إطار ما يمكن أن نسميه السمة العامة لهذه السياسة الاقتصادية والله الاستراتيجية. نختار نقول على أنها أولا تميزت في شيء يمكن نطلق عليه ترشيد النفقات، هي كانت واحدة، وهذا أيضا ربما يكون هو اللي مكن كيف ورد في الخطاب
من 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 التحكم. والله نصل الى معدل النمو كان حدود 3% بدل 2% اللي كانت في 2005، والتحكم في التضخم في حدود 1.3 بدل انه كان يتوقع على انه يكون في حدود 3.6%. السمه الاخرى اللي يمكن نقول عنها اللي تميزت بها هي قدره الحكومه ولا قدره النهج الاقتصادي اللي كان اللي يتبع على تعبئه الموارد الاقتصاديه، كيف ورد في الخطاب على انه من خلال 18 اتفاقيه على سبيل المثال استطاعت تحصل على من الشركاء الاقتصاديين والممولين على حوالي 140 مليار أوقية، وهذا شيء 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 كبير. السمة الأخرى اللي يمكن نتكلم عنها هي قضية المساهمة المعتبرة للتمويل الذاتي للدولة في مختلف المشاريع والبرامج التنموية اللي 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 اللي, اللي, اللي تم تنفيذها. وكذلك كيف ما أسلفنا أيضا كان في تشجيع مناخ الاستثمار من حيث وجلب المستثمرين من خلال وضع قوانين ومدونات، سواء كانت مدونة المعادن ومدونة المحروقات أو الصيد وغيرها. كما كان فيه اهتمام بالغ بالبنية التحتية، وذلك أيضا من العوامل اللي تشجع للاستثمار وجلبه، وكان أيضا فيه يمكن نقول عنها وفرة وتنوع في الطاقة، وفرة في الطاقة وتنوع في مصادرها، كيف شهدنا على انه في محاولات لانشاء لتوليد طاقه من الغاز، فيه طاقه هوائيه، في طاقه شمسيه، فيه بعض المحطات اللي تم تهجينها شمسيا والى غير ذلك من المحطات الشتويه. كما تم الربط مختلف المقاطعات بجهد عالي، وكان ايضا فيه كثير من الشبكات اللي شاء، وكانت ايضا فهم السياسه فيما يخص المياه بحيث انه كان محاوله لتقييم المخزون المائي الجوفي عن طريق مسوح جيومائيه وجيوفيزيائيه، وكان فيه ايضا الى السعي الى تقريب خدمات من مواطن والله ولوجه الى الخدمات فيما يخص الماء والكهرباء وغيره والطرق ايضا. هذا كامل الى نخرصوا الظرفيه الاقتصاديه الدوليه اللي من 2015 الى انخفاض اسعار المواد الاوليه اللي يعتمد عليها كان اقتصادنا، نلاحظ على انه استطاعت العمله الوطنيه الصمود والله بشكل كبير امام هذه الهزات كله. هذا عن طريق ايش كله؟ عن طريق هذه السياسه الاقتصاديه الناجعه والحكيمه اللي قلنا عن اهم سياسه اهم سماتها كانت شنو هي؟ ترشيد النفقات والتركيز على الاستثمار بدل التسيير، يعني نخرصوا معظم ابواب والله معظم الميزانيه نمشي الى سياسه الى ميزانيه استثمار بدل سياسه تسيير اللي كانت في السنوات الماضيه، وهذا ما يدعم القوه يدعم العمله ويخليها تقف ضد الصدمات، وحتى الاقتصاد الوطني ايضا يصمد امام الهزات اللي شهدت بعض الاقتصادات العالميه شبه المطلقه وغيرها. اذا شكرا. بالنسبة لكم الدكتور حمودي، من رأي اللي قالوا القطاع غير المصنف، شو يضيف للاقتصاد الوطني إذا تم الاعتناء به بطريقة اليالة وتعزيزه ورفع من مستوى العاملين فيه؟ شكرا، سأجيب على السؤال لكن فقط أريد أن أكمل ما تعلق بقضية العملة، إنها مسألة مهمة والكثير. أنا أختار أقول أن فعالية السياسة النقدية والتحكم في الكتلة النقدية هذا كان له دور كبير، مثل اللي قال له يعني احتفاظ العمله الوطنيه بقيمتها. وكيف تعرفوا على ان ثم سياسه نقديه متبعه في البلد، وعموما السياسه النقديه عندها مجموعه من الاهداف، فيها شيء اهداف مرحليه وفيها اهداف استراتيجيه. طبعا الاهداف المرحليه منها معدلات الفائده والمحافظه عليها وحجم الكتله النقديه اللي قلت اللي هو وسعر الصرف. ثم ايضا الاهداف الاستراتيجيه الاخرى اللي تدخل فيها معدلات التضخم والاستثمار الامثل اللي هو التشغيل، وطبعا النمو الناتج المحلي الاجمالي والرصيد الخارجي لميزان المدفوعات. هذه كلها لها دور كبير، وذي اللي قال له السياسه اللي وحدت فيها الحكومه محاوله تبعث هذه اللي قال له المقدرات المحليه وخلق قطاعات اقتصاديه وتهيئتها بحيث انها تعود الى القطاعات مصدره، معناها مصدر تصدر تنتج محليا، توفر الدخل محليا، توفر الاختصار للوقت وتعطينا ايضا عملات صعبه. هذا له دور كبير زين قال له. على كل حال ينعكس في النهايه على السجل المحاسبي الخارجي اللي هو ميزان المدفوعات، وبالتالي اذا كان هنالك تهاضم ميزان المدفوعات
ستكون هنالك يعني تحتفظ الأوقية ب يعني لأن يجب كافع عام للسلع وهي أيضا مولية الوحدة النقدية اللي تقيم بها مقارنة بالدولار وبالأورو وغيره. مثلا القطاع الأول المصنف، أنا أقول بأن القطاع الحقيقة قطاع واسع موريتاني وإن كان يشهد العمل الفضائي، إذا تم اعتباره وضبطه سيكون فعلا له دور كبير، خاصة مثال تصنيف وزاده بدوره ودوره امتصاص البطالة ودوره أيضا في توفير الدخول ودوره أيضا في ضبطه حتى يكون خاضع للمعايير الطبيعية للضرائب كمورد سيادي للدولة وكمصدر مصادر التحصيل. قبل أن ننهي هذه المداخلة الأخيرة أريد أن أقول أن هناك مسائل مهمة أشار عليها الوزير الأول وفعلا كانت تشكل فعلا بالنسبة لي تدخل في إطار ما سمي به يعني سياسات قطاعية تدخل في إطار إرساء مقومات فعلا النهوض بالاقتصاد الوطني، منها مثلا قطاع الطرق. الطرق مسألة أساسية والاقتصاديين كلهم يعرفون مكانة الطرق في العملية التنموية. ومعروف أن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لما نهضت بعد الحرب العالمية الثانية وحاول الوحدين على مثلا النظريات الاقتصادية اللي طبقت على أوروبا أن تطبق على العالم الثاني، طبعا ما قدرت تطبق عليه باش به الاستثمارات الجاية اللي ما تفر قدامها قوى معناها طرق وموانئ قادرة على استيعاب هذه الاستثمارات ستكون في الحقيقة مجرد عبارة عن يعني استثمارات بلا 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 معنى. أيضا كانت هنالك الكثير من الزراعة، استصلاح الأراضي، إقامة السدود، هذه كلها توجهات فعلا تدخل في صميم توطين الإنتاج مع المواطن حيثما كان وتدعم وجوده وتأمنه ماديا وبالتالي فعلا تدعم محاربة الفقر وهي السياسات المطلوبة. بالإضافة لأني أقول بأن مطلوبة سياسات حمائية لحماية الصناعة هي صناعة الوليدة حتى تكون فعلا لها دور كبير حتى تقف على أقدامها في سبيل أنها مستقبلا تستوعب يعني القوى العاملة وتكون لها دورها في يعني على كل حال كانت هنالك الكثير من الأشياء اللي يجب أن نتناولها بخصوص هذا الموضوع لكن للأسف الوقت لا يتسع لذا كامل. نرجع لكم باختصار دكتور مختار سالم، الاستثمارات ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني. شكرا. أنا فقط مختار نذكر عن هذه الموبيليزاسيون اللي تكلمت عنها، هذه تعبئة الموارد اللي خلقت لأول مرة في تاريخ موريتانيا، هذه الاتفاقيات اللي التمويلات الأجنبية اللي جاية من خارج تدخل في قانون المالية هذا العام، وهذا من باب الشفافية اعتمدت جميعا في قانون المالية هذا العام. بالنسبة لمناخ الأعمال، مناخ الأعمال فيه ترتيب البنك الدولي يعدله أنه كل سنة اللي هو ريدوين بزنس موريتانيا كانت 2015 كانت رقم 166، كانت رقم 176 للعام عادت رقم 168، معناها تقدمت بثمن نقط. غير هذا ما هو كل شيء، هذا الترتيب يعتبر 10 مسائل هي اللي رتب عليها الدولة، 10 مسائل فيها واحدة مثلا لا كرياسيون دونتربريز، إنشاء مؤسسة، كانت موريتانيا 2015 الماضية رقم 161 فيه، اليوم موريتانيا رقم 70 فيه، معناها زادت 91 نقطة، تقدمت عن 90 دولة. في مثلا لراكور دومال الكتريسيتي، ها مثلا موين تنسيون اللي هي لا تنسيون الكبيرة الكتريسيتي الشرايك، كانت موريتانيا العام الماضي رقم 163 فيه، العام رقم 152 فيه، وهكذا لوبتنسيون دي بيرمي كانت 171 عاد 162. وهذا لا مثال اللي هو لدوين بزنس، خالقين مؤشرات اخرى موريتانيا تقدمت فيها، منها مثلا الاي ار ام دي هاش والاي ار اي دي هاش، هاو كلهم تقدمت فيه موريتانيا، وخالقين صار مؤشرات اخرى عيشوا تشوفوا. وهون نختار نشرح روايات للناس اللي تتابع الاعلام وتتابع الاقتصاد ومهتمه بشؤون البلد، عن خالقين مؤشرات. يعود واحد قاعد شور أستراليا وقاعد يقول موريتان رقم 150، سينغال رقم 170، ودول فلانية رقم كذاش، يعود هو باني معلوماته علاش المعلومات اللي مغلوطة، ما عنده أي أساس يسوى شنو هو. وفي هذا الإطار، هذا العام مارك حالا 2016، وزارة الاقتصاد والمالية تصلت بجميع هذه المؤشرات ولودت ودرست لير ميثودولوجي، الطريقه اللي يقوموا بها الدول ومنين الماليه قبضوا مصادرهم. ذيك قواعد البيانات اللي قبضوا منها مصادرهم تاكدت الوزاره من صحتها ومن عدمها، وتراسلت مع اهلها من اجل تصحيح ذيك قواعد البيانات اللي يقبضوا منها معلوماتهم، وراقبت يعني درست الميثودولوجي اللي يستخدمه من اجل
عنها تعود تعرف تقييم اللي عدلونا كانوا صالح ولا ما هو صالح، وجبرنا مفاجآت كبيرة جدا. اختصار دكتور لأن الوقت لا نضرب منها مثالين، مفاجآت كبيرة جدا رأي بالمناسبة شرحها وزير الاقتصاد والمالية قدام مداخلته قدام البرلمان الدفاع عن قانون المالية. منها مثلا واحدين قالها مو إبراهيم مؤشر، مو إبراهيم لا غوفرنانس عن أفريك، يقبل معلومات اللي تخرصوا على موقعهم هما، تجبروا عاطي الموريتان درجة ما هي جيدة، في نفس الوقت عاطي البوروندي درجة جيدة، وين تخرصوا الإجابات اللي عن الإجابات اللي عاطي عليها درجاته تجبروها متطابقة، وفي بعض الأحيان تجبروا موريتان أحسن. إذا راجين إن شاء الله عن تم موريتان أحسن دائما. والوقت انتهى المخصص لهذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. أشكر باسمكم مشاهدينا ضيوفي في هذه الحلقة الدكتور أحمد والميسة أستاذ جامعي وباحث، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم أيضا الدكتور حمودي والشيخنا والعالي إداري من السلك المالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط، شكرا لكم. وشكرا لكم أيضا الدكتور المختار سالم وللمنى منسق خلية إصلاح المالية. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وشكرا للفريق العامل في برنامج لقاء خاص. إلى اللقاء.